الحقيقة أنا أعتقد كما قلت مع توالي الانتصارات أن المنتخب الوطني انتقل من مرحلة الإنجاز إلى الإعجاز. ما حققه هناك في قطر ملحمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وغدا سيصلون لأرض الوطن، سيكون استقبال شعبي ورسمي مهيب، سيستقبلون في ساحات وشوارع العاصمة الرباط وصولا من مطار رباط صلى إلى القصر الملكي بأعلى مستوى، استقبال من العاهل المغربي الملك محمد السادس لتكريم هؤلاء الأبطال على مسار استثنائي. نشعر بأننا في حكاية جميلة، لا زلنا نحيا في حلم جميل عشناه رفقة رفاق وليد الركراكي، فهي بداية إن شاء الله من أجل الإيمان بالنفس، من أجل المضي قدما ليس فقط في كرة القدم ولكن في شتى المجالات. أكثر من ذلك، قبل 2018 يعني كنا 20 سنة لم نتأهل منذ مونديال 98، اليوم الرجال ربما اختصروا الزمن منذ 86 لم نعبر إلى الدور الثاني، اليوم نعبر لنصف النهائي ونصنف كمنتخب رابع على المستوى العالمي، فهذا فخر ليس بعده فخر. أعتقد أن هناك مجال للبناء، هناك مجال للإيمان بالذات، وأيضا كرة القدم يعني وضعت لبنات أساسية في مجال الاحتراف، لدينا مواهب في الخارج، لدينا مواهب محلية، هذه الفسيفساء الجميلة التي صنعها وليد الركراكي نتمنى أن تتواصل وتستمر بالدعم والمساندة من جميع المتداخلين في منظومة كرة القدم المغربية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.